comparer avant de voter. www.lecomparateur.tn. محمد فريخة مترشح للانتخابات الرئاسية رقمي 16. انا رجل اعمال تقريت في تونس حتى البكالوريا وتحصلت على جائزة رئيس الجمهورية وتسلمت الجائزة من الزعيم الحبيب بوركيبة، ثم قريت في فرنسا في ليكول بوليتكنيك ليكول سوبيريور دي تيليكومونيكاسيون، ثم رجعت لتونس واسست شركة تلنت في التكنولوجيا، بدينا بسبع مهندسين والان 700 مهندس، ثم بعد الثورة انجزت اكبر مشروع هو شركة طيران سيفاكس ايرلاينز. اليوم نتقدم للانتخابات الرئاسية وعندي مشروع في المجالات وفي مهمات رئيس الجمهورية. ففي مجال الأمن احنا عندنا تحدي كبير هو الإرهاب، ولذلك باش يكون لنا استراتيجية واضحة في الخيارات الأمنية والعسكرية باش نكونوا عندنا جيش عتيد وأمن قوي، باش نعطيو الميزانية اللازمة لجيشنا وللأمن متاعنا للتجهيزات. في الجيش كذلك مش نحاولوا جلب تكنولوجيا حديثة لمراقبة الحدود. بالنسبة للأمن مش نحاولوا ركزوا وكالة عامة للاستخبارات. نشوف اللي في تونس عندنا كوادر من أعلى مستوى في الجيش وفي الأمن، وإن شاء الله وقت نعطيهم الظروف والمعدات اللازمة إن شاء الله ينجحوا ويقضيوا على الإرهاب بصفة نهائية. في مجال العلاقات الخارجية أنا مش ندعم منظومة الدبلوماسية الاقتصادية ونحاول نشجع على الاستثمار الأجنبي. كما تعرفوا تونس عندنا مشاكل اجتماعية كبيرة، عندنا عباد تعاني من الفقر ومن التهميش اللي زرتهم في العديد من الأحياء الشعبية، عندنا شباب عاطل عن العمل، ولذلك يلزمنا نجز مشاريع اقتصادية وتونس مواردها محدودة من نجموش نشجع كذلك عدد الديون. لذلك احنا نحب نمشي للاستثمار المباشر الأجنبي، وهذه مش احتلال اقتصادي كما يظن البعض، بالعكس هذه منظومة ماشيين فيها دول العالم كامل، وحتى الدول الشيوعية مشوا في المنظومة هذه. لازمنا نعرف المشاريع هذه مش تقعد في البلاد، لما أجنبي يقوم لنا بمشروع طريق سيارة ولا يبني المستشفى هذه وطريق سيارة مش قاعدنا في بلادنا. ولهذا يلزمنا نشجع على الاستثمار الأجنبي ولكن بالمحافظة على سيادة البلاد. المشاريع هذه مش تكون في الميادين العديدة، في ميدان البنية التحتية كطرق سيارة كما صالح شراب ككهرباء، وكذلك في ميدان الصحة من مستشفيات ومستوصفات. نجم تكون في المناطق الحرة في الغرب في الحدود مع الجزائر، وفي الجنوب في الحدود مع ليبيا. المشاريع هذه مش مكننا من تشغيل الشباب، وبذلك معنا الدخل العائلي مش يزيد، وبذلك يرتفع مستوى العيش للتونسيين وينمو الاستهلاك، وبذلك الدورة الاقتصادية للبلاد. نحب نقول المجالات هذه الاقتصادية أنا كرئيس جمهورية مش نخدم فيها مع الشراكة مع الحكومة اللي هي السلطة التنفيذية وكذلك مع مجلس الشعب. من أول القرارات اللي مش ناخذها هي مؤتمر للوحدة الوطنية، لأن تونس الآن في فترة صعبة ويزمنا في ظرف عامين نحقق إنجازات. عام 2015 هو عام التخطيط و2016 عام الإنجاز، ولذلك مش نجمع كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية باش نقول لهم الآن يد واحدة لرفع التحدي، لأن تونس ما تنجمش تطيق أكثر من هكا. كذلك مش نطلب من مجلس الشعب تمرير قانون لتسهيل الاستثمارات، لأن بالإجراءات الإدارية الحالية يلزمنا عامين لإنجاز المشاريع. نحب نقول في الأخر اللي أنا زرت العديد من الدول في الخارج وشفت اللي الدول هذه متقدمة، ونقول علاش بلادي ما تقدمش كيفها. نشوف اللي احنا شعب واحد، دين واحد ومذهب واحد، وكذلك شعب متقدم في أصحاب شهادة عليا، شعب منفتح، وكذلك المرأة التونسية عندها مكان ريادي في المجتمع التونسي وهي مثال للدول العربية الإسلامية، وإن شاء الله ندعم المثال هذا. لذلك يلزمنا الإيمان بقدراتنا وإن شاء الله تونس تولي دولة متقدمة. احنا لما يوقع انتخابنا رئيس جمهورية هي أمانة بين يدينا، وسأدافع على حقوق كل التونسيين وخاصة حق الشباب في الشغل، وسأحاول رفع الظلم عن كل التونسيين وخاصة الطبقات الكادحة، ونكون أنا ممثلهم في مجلس الوزراء في الاجتماعات الوطنية والخارجية، وكذلك سأكون على الميدان في لقاء مباشر ومتابعة مباشرة لوضع التونسيين ولإيجاد الحلول للمشكلة، مشكلة الفقر والتهميش. Comparer avant de voter. www.lecomparateur.tn